يدان الندوة الصحفية تتعلق بتقديم رصد لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يغطي حالة هذه الأوضاع في 19 دولة. السمة الرئيسية التي طبعت سنة 2018 هو تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق ببؤر الحرب في اليمن، في ليبيا، في سوريا. وكل هذه الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتم بدعم خفي من الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. هناك دعم خفي لأن هذه الدول تغلب مصلحتها الاقتصادية والتجارية على احترام حقوق الإنسان. السمة الثانية هو أن المساءلة الدولية لم يتم تفعيلها، لا المحكمة الجنائية الدولية ولا الآليات الأممية المفروض أن تحمي المواطنين في هذه البلدان من انتهاكات حقوق الإنسان، يتم تعطيل هذه الآليات الأممية. السمة الثالثة هو أن هذا المناخ الذي تغذيه هذه الدول الكبرى يعطي رسالة للمسؤولين أنهم لهم اليد الطولة في بلدانهم وليرتكبوا ما شاءوا من انتهاكات لحقوق الإنسان. هناك مقايضة بين المصالح وبين حقوق الإنسان، والضحية دائما المواطنين، التنمية، الاستقرار، وأيضا الديمقراطية.